أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العالي رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق على كافة الأصعدة والدفع بمستويات العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، منوها بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية. جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر رفاع الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، حيث رحب سموه بالفريق بحري براد كوبر مهنئا بتعيينه في منصبه الجديد ومتمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله. نوه سموه بأهمية مواصلة تعزيز مسارات التنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.